مساء الفل. متهيألي مفيش وجع في الدنيا أقوى من وجع النار لما تحرق مخلوق من مخلوقات ربنا، سواء إنسان أو حيوان. ولا في أثر مؤلم ممكن يسيبه أي وجع قد الأثر اللي بتسيبه الحروق. والأصعب من وجع الحرق الوجع النفسي اللي بيفضل ملازم الضحية طول عمره، خصوصاً لو كان الأثر اللي سابه كبير مش صغير. لكن زي ما النار بتحرق وتأذي، برضو هي هي اللي أحياناً بتكشف لنا عن المعدن الغالي اللي جوانا على حقيقته. لأن الذهب ما بيبانش معدنه ولا صورته إلا بعد ما يتحرق ويتعرض لنار عالية قوي. البشر كمان زي المعادن، منهم اللي جواه فلسو ومنهم اللي جواه ذهب، زي منال. منال بطل القصة حقيقية النهاردة، اللي حصلت لها تجربة صعبة جدا مع الحريق غيرت حياتها تماما وحولت شخصيتها 180 درجة. وعشان نفهم الموضوع أكتر تعالوا نسمع الحكاية من بدايتها. بدأت الحكاية ماما بتعمل لنا الغدا وتسريب أنبوبة البوتاجاز يتسبب في حريق البيت بالكامل وياخد مني أبويا وأمي بغمضة عين. فضلت بين نارين، تشوهات جسمي، فقدان أغلى حاجة عندي. أنا منال حسني، أحد الناجيات من مصابي الحروق. عندي حالياً 32 سنة، بس الحادثة حصلت لي وأنا عندي 17 سنة. كنت لسه كتكوتة صغيرة، كانت حصلت في بيت جدتي. كنا قاعدين، كان عندنا فرح يعني، وقاعدين ومبسوطين، وفجأة الأنبوبة فرقعت في البيت. فكنا 7 أشخاص وكل واحد فينا اتنقل لمكان مختلف. أنا وخالتي رحنا على مستشفى، وبقيت الأشخاص راحوا على مستشفى تانية. والحمد لله طبعا هم راحوا في مكان واحنا رحنا في مكان، عشان هم توفوا في وقتها. يعني هم والدتي 6 أيام بالظبط وتوفت، وخالي بعدها وجدتي بعده، يعني 3 أيام ما بين كل واحد فيهم. فاحنا الفتره دي كلها كنا في مستشفى تاني، فما كناش نعرف. فده طبعا الحمد لله عليه طبعا، لان لو كنا عرفنا في وقتها، الحاله النفسيه عند مصاب الحروق بتفرق جدا، تقبله للعلاج طبعا والكلام ده بيفرق جدا في حياته، واول 6 ساعات عامه بيفرقوا في حياته. فطبعا لما ما عرفناش، فكان كنا بنستجيب للعلاج، بنستجيب بقى ان احنا حالتنا النفسيه كويسه. بعدها انا فقدت والدتي، اول واحده توفت 6 أيام بالظبط وكانت توفت، بعد كده خالي، وبعد كده جدتي. اول يوم رجعت فيه كنت فرحانه قوي ان انا خلاص بقى هسيب العلاج والكالونات والعمليات والغيارات الحاجات المتعبه دي، بقى انا هرجع بيتي. كنت فرحانه قوي ومبسوطه ان انا هرجع اشوف اوضتي ودباديبي ولعبي، وهرجع تاني لدراستي ومدرستي. فجاه اول يوم بابا، احنا مش رح نزور ماما، طب احنا لسه في العربيه، طب اشوفها بس كده ومن الازاز بس. ليه؟ لا ما ينفعش، عشان ما ينفعش حد مصاب يشوف حد مصاب. فلو بيقنعني بالكلام هو ده كله كذب طبعا. فاول يوم روحت وبتاعت بيتي ودخلت اوضتي، فقال لي انا عايزك في الاوضه الثانيه. فدخلت، فمنال هي ماما ماتت. فانا لا، الكلمه هي دخلت قوي على قلبي، بس مخي بيترجمها. هي هو ماتت ازاي؟ يعني ماتت ازاي؟ انت بتكذب، انت ليه بتقول ماتت؟ لا ماما عايشه، انت لسه كنت بتقولي دي عامله عمليه وانا هروح ازورها. اخويا دخل قال له بابا انت ليه بتقول لها؟ يا بابا ليه، دي لسه مرحله علاجها طويله، انت ليه بتقول لها دلوقتي؟ انا كنت خرجت طبعا، لان قعدت 3 شهور في العنايه المركزه، فكان خلاص الوقت. ابتديت ان انا اخش الافاقه اللي هو ايه؟ يعني حالتي خلاص استقرت شويه، فخلاص ينفع ان انا اتعالج من البيت واعمل عملياتي من البيت وارجع، لان طبعا التكلفه كانت عاليه وقتها كمان. كنت مشتاقه قوي اروح بيتي، عايزه اشم ريحه بيتي، عايزه اشم طبيخ امي، عايزه ارمي في حضنها، عايزه اوريها كل تعويره فيا. لا ماما بصي، طب بصي ماما عملوا فيا ايه، طب بصي اصل الكلمه دي كانت وجع. كنت عايزه احكي لها، يعني انا همي ان انا ارجع عشان اترمي في حضنها بس واقول لها، لان انا وحيده، بنت وحيده على 3 ولاد، فهي كانت كل حياتي. فانا عايزه ارجع بسرعه عشان اشوفها هي كمان حصل فيها ايه، امي فين. فكان همي قوي الوحيد ان انا ارجع عشان اشوفها. هو انا واجهت شكلي بعد الحادثه، اولا ما كنتش ببص في المرايه، كان ممنوع الفتره دي، كان ممنوع خالص ان ابص في المرايه. بس لو بصيت في ازاز شباك ولا حاجه وانا ماشيه، كنت ايه ده انا مش هبص، ده انا هستنى شويه، انا ده مش انا ده. فكانوا كمان انا شعري طويل فقصوه، فاللي هو كمان شكلي اتغير تماما. طب انا اخويا دلوقتي مش انا خالص. بره البيت ده كان فيه كوارث ومصايب، بس يعني برضو بدعم اللي في البيت قدرت ان انا اتخطى ده، قدرت اتخطاه. وانا قعدت سنتين كمان ما بخرجش من البيت بسبب كلام الناس في الشارع، مش في الشارع اللي هم جيراني محيطين بيا، لا اللي هو لما باجي اروح من مكان لمكان، في استغفر الله العظيم يا رب ما تستخبى دي ولا تقعد في البيت، ايه الوجع ده؟ احنا توجع قلبنا ليه؟ كان في كلام بيبقى صعب.
بس انا كنت باخده بضحك يعني. ما انت ممكن تبقى في مكاني يعني، كنت لا انت ما تقولش كده، انت كان ممكن في يوم من الايام تبقى في مكاني. وطبعا ربنا يا رب يعافي الناس كلها، بس فكره ان انت تتقبل حد مختلف دي حاجه حلوه قوي، ان انت تتقبلني وترضى باللي ربنا كاتبه لي، عشان ممكن لا قدر الله كان يبقى فيك انت كان بيحبطني، اللي هو يعني هم شايفيني وحشه قوي كده، هو انا اتغيرت قوي كده. بس طبعا هرجع تاني واقول بابايا واخواتي، لا انت ما فيكيش حاجه، مين قال كده؟ مين قال كده؟ انت ست البنات بالنسبه لنا، انت امنا، ربنا اخذ مننا امنا وعوضنا بيكي، فاوعي تفكري ان انت فيكي حاجه، اوعي. فكنت دايما بقى لا خلاص هما شايفيني كده، فانا زادني ثقه في نفسي، لا انا مش وحشه، انا حلوه، يمكن يكون ربنا عمل فيا كده عشان اكيد شايل لي حاجه احسن. كنت دايما اقول لا اكيد شايل لي حاجه احسن، اكيد شايل لي حاجه احسن، مع اني مريت بتجارب يعني حب وفشل وحاجات كتير بقى واجهتها، بس اكيد برده ربنا شايل لي حاجه احسن. ارتبطت مرتين، والمرتين جم لحد البيت وتقدموا، والاب شافني فرفض الموضوع. طب انت ليه تقبل ان انت تكمل حياتك ما في ناس تانية افضل؟ والتاني كانت مامته برضو نفس الحوار. فانا فكرت لا خلاص بقى انا الموضوع ده نشيله دلوقتي، احنا في مستقبل، فمش حابه ارجع له يعني. هي فتره الشغل ما كانتش سهله، لان بتاقلم على حاجه ما درستهاش، حاجه بقى جديده، حاجه مختلفه عليا، ناس مختلفه برضو عليا، جميع الفئات بقى، انا بقابل جميع الفئات هناك، المتعلم، الجاهل، الناس البسيطه، الناس الكبيره، الشباب، الروشه، قابلت كتير قوي جميع الفئات. فكان فيهم شاب بقى روش كده لفت نظري يعني، وحبينا بعض شويه، وبعد كده بس ما كملناش يعني. ادى فكره لوالده، ووالده كان موافق جدا، وجيت اقدم وكده، بس هو كان شايف صوره، بس هو تقريبا الواقع الشكل الحقيقي اختلف بالنسبه له، قال لا مش هو ده اللي انا شفته. فازاي اتخانقوا مع بعض شويه، هي دي يا بابا، لا مش هي، فلا مش هي دي، انا مش عاجبني الوضع. كلمه بقى من حته ان انت هتعرف تمشي معاه في الشارع، لو حد ضايقها انت هتتقبل الموضوع. فاللي هو كلمه من حته اللي هو خلاه يراجع فكره تاني، طب ما احنا قضينا 4 سنين مع بعض ما فكرتش فيهم ليه؟ انا وجعي كان مضاعف فعلا بعد ما سيبنا بعض، لان حسيت ان هو رفضني زي ما المجتمع بيرفضني، ده انا اصلا بقاوح عشان اقنعه ان انا لا انسانه، انا مش شبح، انا انسان وليا حقوق ان انا اتعامل عادي. يمكن يكون انا كنت انسان طبيعي، وربنا يعني حط لي في موقف كده ان انا شكلي يتغير، شكلي يبقى مميز مش اكتر يعني، انا مش وحش، وشكلي اتميز شويه، فدي حاجه بتاعت ربنا. فاللي هو ما بين ان انا حبيت بجد وما بين ان انا هو رفضني عشان شكلي، بس ده قواني ان انت لو رفضتني عشان شكلي بالعكس انا كده اقوى اكتر، انت بالنسبه لي ولا حاجه، خلاص رحت واكيد هيجي غيرك، زي ما انت اقتنعت بيا فاكيد مليون غيرك هيقتنعوا. فالموضوع لا ما وجعنيش قوي قد ما انا اتوجعت اكتر ان انت حكمت عليا، مع ان انت ما كنتش حاكم عليا في الاول، بس انت حكمت عليا زي الناس، مع ان انت درست جوايا قوي، انت المفروض ما تحكمش عليا زيهم. عايزه اوصل رساله، احنا موجودين، احنا جزء من المجتمع، احنا مش ناس شفافه، لا احنا ناس لينا حقوق، احنا بشر، احنا لينا حق ان انا اعرف اروح اشتغل من غير ما حد يضايقني او من غير ما حد يرفضني، اعرف ان انا اتجوز ما اترفضش عشان خاطر شكلي، تحكم عليا من خلال شكلي لا. يبقى ليا مستقبلنا، المستقبل دي في ناس من المصابين مش عارفين يروحوا مدارسهم، مش عارفين يروحوا جامعاتهم. اقول لكل الناجين من الحروق، احنا ابطال، احنا فعلا كلمه ابطال دي يعني كلمه كبيره قوي، فاحنا ما نستهونش بيها، احنا فعلا لينا حق ان احنا نعيش حياه طبيعيه، احنا ما فيناش اي حاجه. انت دايما تحط الامل لقدامك عشان تقدر توصل لحلمك، اوعى تياس، الياس هيرجعك، انت ما فاكش اي حاجه، انت معافى تماما. اختلافك ده قدر من عند ربنا، ولازم تؤمن بيه وعشان تقدر تكمل بعد كده، واكيد ربنا شايل لك حاجه احسن، انت اسعى ليها عشان تقدر توصل. واحنا فعلا فعلا ابطال يعني. انا كمان من احلامي ان انا ابقى مذيعه، فانا بشتغل على نفسي قوي، بشتغل ان انا باخد كورسات تقديم ولغه عربيه، فانا بشتغل على نفسي، فانا لازم اشتغل يعني. في حالات من احلامها ان هي تبقى فاشن بلوجر او لعيب كوره او مغنيه، فاشتغل على نفسي هقدر ادي ده، لما انا مش هشتغل على نفسي فاكيد مش هقدر اوصل. زي ما اللي قبلينا قالوها زمان حكمه، في عز المحنه بتتولد المنحه، ومن نفس السم بناخد الترياق. وده اللي حصل لمنال، ومنال بنت عاديه جدا، عندها احلام وطموحات وخطط لشكل حياتها الجاي. بغمضه عين حصل لها ظرف زي ده، قدر لا على البال ولا على الخاطر، غير شكل حياتها. ابتلاء صعب جدا، صعب جدا، مش اي حد يقدر يتحمله،
في ناس بتقع وتستسلم، وفي ناس بتحول الابتلاء ده لطاقة إيجابية بتحركها لقدام، بتخليها حد تاني أحسن وأنجح من الأول بكتير. لسه في كتير عند منال ما قالتوش في التقرير، لسه في تفاصيل تانية حلوة قوي ومحتاجين إن إحنا نعرفها منها، مش بس عشان نكمل قصتها الحقيقية، لكن كمان عشان كل واحد أو واحدة مروا بنفس تجربتها المؤلمة مع الحريق أو حتى في حاجة مش عاجباهم يستفيدوا ويتعلموا إن أهم درس مهما كانت الحياة صعبة أو فيها مفاجآت مش ولا بد أو مش عاجبانا، هيفضل دايماً في حاجة تستحق إننا نعيشها، وطول ما جوانا نفس وفينا الروح يبقى لسه في قدامنا فرصة إننا نحقق حاجة جديدة، نبدأ خطوة جديدة.